كما قلنا سلاح السفن يبدو أنه الآن السلاح الأمضى وهو على طريق التنفيذ. نعم. وكل ذلك من أجل الإبقاء على المفاوضات. نعم. غير المباشرة كما يسمونها. لذلك أدخلوا السلطة. نعم. من أجل إشعار العرب عموما والفلسطينيين خصوصا بأن ثمة تحركا من أجل إيصالهم إلى حقوقهم. نعم. وبنفس الوقت ممكن تحقيق أمرين آخرين. وهو تعبئة تجنيد العرب لا سيما العرب المعتدلين بين مزدوجين من أجل يعني تشديد الضغط على إيران في مسألة البرنامج النووي الإيراني. نعم. إلى آخره. وهناك أمر آخر أيضا شديد الخطورة وهو إذا تمكنت الولايات المتحدة من إقناع إسرائيل بضرورة قيام دويلة فلسطينية منزوعة السلاح بنانا ستيت دولة جمهورية موز. فهذه الدويلة يجب أن تقتصر على ما تبقى من الضفة الغربية ولا تضم غزة. نعم. لأن المخطط الإسرائيلي هو أنه إذا يعني ربما أخذنا السؤال إلى موضوع آخر لكن يصب في إطار متشابك مثل الأواني المتصلة. إذا اضطرت إسرائيل إلى إعطاء تنازل ما ففي هذه الحدود دويلة قميئة جمهورية موز في الضفة الغربية وجمهورية موز أخرى في قطاع غزة. نعم. هذا هو المخطط الإسرائيلي. هذا أقصى يعني ما يمكن أن تعطيه. نعم. يمكن أن تعطيه. هم يحاولون يعني تحايل التظاهر بأنهم يفاوضون ولكن بالنهاية لا يريدون مفاوضة ويعتقدون أنه بالنهاية ممكن يعني إحراج العرب والفلسطينيين خاصة للخروج من مسألة المفاوضات فيضعون الملامة عليهم أمام الرأي العام الدولي. نعم. إسرائيل مصرة على الاحتفاظ بكامل فلسطين التاريخية. جيد. أعود إليك سيد زازا لكن يعني لأطرح سؤالا ربما بعيد عما الآن سمعناه من الدكتور نعمان لأبقى في الإطار الذي نناقش القاتل الإسرائيلي الذي ارتكب هذا الاعتداء طبعا بقرار من حكومته كرمته القيادة الإسرائيلية بمنحه وسام الشرف يعني على الهامش فقط ماذا تمثل هذه النقطة تماما؟ هذه الترجمة الحقيقية للإرهاب والجريمة الصهيونية. نعم. شارون كرم بعد كل جرائمه التي ارتكبها ضد الشعب الفلسطيني والشعب اللبناني بأن يكون رئيسا للوزراء. بيغن نفس الكلام. كل الجرائم التي ارتكبها الصهاينة يكرم كل جندي وكل شخصية صهيونية بأعلى الأوسمة من طرف الاحتلال. لماذا؟ لأنهم هم لم يترددوا مثلما كانوا يبحثون عن الدم في فطيرة توما اللي هو الراهب توما ما زالوا يبحثون عن الدم من دماء الشعب الفلسطيني ليكرموه. هذا يكفي ألا يكفي للعالم كله أن يستيقظ وللعالم العربي أن يستيقظ ويعرف أن الكيان الصهيوني لابد من محاربته وملاحقته بكل الأماكن والأقضية القانونية. طيب. ألا يكفي هذا بأن يرفع الحصار عن غزة وبأقصى سرعة ممكنة وبكل القوى المحبة للسلام؟ على كل حال هذا ما ركزت عليه القيادة التركية السيد زازا من لدى حديثه عن إرهاب الدولة وهو الوصف الذي أعطاه أردوغان والذي طبعا تابع فيه أيضا الرئيس جول. القيادة التركية اسمح لي أدخل هنا في هذه النقطة بشخصي رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء تؤكد أن المعركة الآن هي ضد إرهاب الدولة وأنه على المجتمع الدولي أن يتعامل مع القضية بشكل عادل. هل تعتقد يعني الآن نحن أمام تحول حقيقي على مستوى المجتمع الدولي على مستوى إمكانية فرضه حالة عقاب ما ضد هذا الكيان؟ تفضل. أولا أن الموقف التركي مشكورا هو موقف متقدم وموقف عادل وهو موقف محب للسلام وموقف يعمل من أجل إحقاق الحق والعدالة
وحماية الإنسانية جمعاء ومحاربة قوى الظلم والاستكبار والعدوان والجريمة خاصة لدى الصهاينة. هذه النقطة أساسية وواضحة في الموقف التركي. نتمنى من القوى العربية والحكومات العربية أن تلحق بالموقف التركي أو تلحق بالموقف الخاص بنيكاراغوا. النقطة الثانية وهي خطيرة جدا أن الاحتلال الصهيوني اعتدى على سفن وعلى رعايا لدول دولة ودول هي حلفاء للولايات المتحدة الأمريكية وحلفاء للناتو للناتو وفي عرض البحر اعتدى على كل القوانين والأنظمة واعتدى على حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية. وهذا الأمر يحتاج أيضا وقفة عسكرية ووقفة قانونية ووقفة سياسية ووقفة إنسانية ضد هذا المحتل. نعم الفكرة التي طرحها الأخ معالي الوزير بأن تتحرك قطع من الأسطول التركي مع السفن، أنا أقول وأضيف إليها ليست فقط قطع من الأسطول التركي العسكري ولكن قطع من الأسطول اليوناني والأسطول السويدي والنرويجي وكل الأساطيل التي هي لها ذات علاقة بحلف الناتو حتى تحقق العدل والقانون وحماية القانون في العالم، وإلا ستبقى القرصنة الصهيونية تزداد يوما بعد يوم ولا تجد من يلجمها إلا الدم الفلسطيني. على كل حال كنت سأطرح عليك يعني رأيك في المقترح الذي تقدم به الوزير نعمان، سبقتني على التعليق عليه. أعود إليك دكتور نعمان. أولا الرئيس جول يقول إن الإسرائيليين سيندمون على الخطأ الكبير كما سماه الذي ارتكبوه، والعلاقات مع تل أبيب لن تكون كما كانت في السابق، وأردوغان يقول وربما هنا الأساس حماس ليست حركة إرهابية هي حركة مقاومة. هل هذا يضرب الإسرائيليين والأمريكيين حتى نتحدث فقط عن الإسرائيلي في الصميم من خلال هذا الموقف؟ طبعا واضح أن الحكومة التركية نعم اختطت نهجا واضحا ومتميزا عن حكومات الاتحاد الأوروبي وبطبيعة الحال متميزا عن الولايات المتحدة. نعم طبعا لا أدري إلى أي حد يعني سيستمر سيوغل أردوغان في هذا الخط إلى أين يريد أن يصل. إنما يعني بعد كل هذه المواقف هل تعتقد يمكن أن يتراجع؟ لا أقول هذا إنما هذا الموقف يعني له أبعاد خطيرة طبعا وبعيدة. بمعنى هل يكتفي بما يقول وهو موقف سياسي متقدم، نصر على رفع الحصار، حماس ليست حركة إرهابية وبالتالي يعني يحاول مع من يذهب مذهبه في يعني خلق جو من الضغط السياسي الذي يخدم قضية فلسطين وقضية المقاومة بهذا الاتجاه، ولكنه قد يباشر أشياء أخرى. أنا قدمت اقتراحا نعم ربما كان يفكر به هو وغيره. جرى خرق للقانون الدولي بحجة تأكيد القانون الدولي وحق تركيا التي جرى يعني الاعتداء على سفنها في المياه الدولية، وكانت من هنا انطلقت قيادة تركيا المرور البريء. نعم من أجل تأكيد ذلك يقول سنرسل قطع من أسطول التركي لحماية هذه السفن في المياه الدولية، وقد يتجرأ أكثر فيقول ولا أرى مانعا من أن تصل هذه القطع مع السفن المحمية إلى داخل المياه الإقليمية الفلسطينية. نعم لأن لا سلطة من حيث القانون الدولي لإسرائيل على المياه الإقليمية الفلسطينية. صحيح. هي تقول أنها خرجت من غزة وبالتالي غزة ليست جزءا من الإقليم البري الإسرائيلي. إذن بأي حق تعتدي على الإقليم البحري الفلسطيني؟ ممكن أن يصل إلى هذه. وطبعا أنا يعني أؤيد الأخ زياد فيما ذهب إليه، طبعا يكون الوضع أفضل بكثير إذا ما تعاطفت دول أخرى.